اتفضل. ايوه حضرتك النهارده متواجد قدام السفاره الاسرائيليه ليه؟ والله السؤال ده يعني هو حضرتك لو جردناك من الشخصيه الاعلاميه هترد عليها تقول لي ايه؟ لما بسال حضرتك بس زي كل الموجودين زي كل الموجودين مصري وبطالب بقطع العلاقات المصريه الاسرائيليه وبعدم التطبيع الاسرائيلي المصري او المصري الاسرائيلي، وعايزين ما نكررش الغلطه اللي غلطها قائد 28 قائد ثوره 25 هو حسني مبارك. هو قائد الثوره ليه؟ لان هو بسكاته على ضرب الناس اللي بتصلي ورشهم بالميه وهم بيصلوا في البرد، طبعا ده يعني شيء جسيم جدا. النهارده المشير طنطاوي احنا عايزين منه رد فعل، احنا عايزين منه رد فعل يرد على الناس دي، يرد علينا، احنا مصريين وهو مصري، انت ماسك البلد حاليا، طب رد علينا قول لنا واحنا هنكبر لك، بس رد علينا. احنا تملي الشعب المصري بيكبر صوت حق. طب انا بتكلم غلط راجعني مش بالعصاية، عايزين نبطل اسلوب الجزره والعصر. ماشي، احنا خوفنا من العصا زمان، كنا جبنا شعب كانت صفاره بتلمه وعصايه بتفرقه، خدنا العصايه وانتهى الكلام ده، خلاص مفيش خوف، مفيش خوف، ثواني عليا، مفيش خوف. احنا النهارده عايزين حته ان المحاكمه، احنا ما نسيناش المحاكمه وما نسينا كل الناس دي، ما نسيتش اهداف ثوره 25 اللي لن يتحقق منها الا مش هقول كام في المية لأنها ما وصلتش نسب سقوط النظام، إلا سقوط النظام ما كناش مخدوعين، وأمن الدولة ما كناش مخدوعين، ولا زال ديوله شغالة، ومثلهم أمام العدالة مش محاكمتهم. لسه المحاكمة ما أظهر لناش إن هم اتحاكموا، مثلهم فقط أمام العدالة وسقوط النظام، هو ده بس اللي حققته ثورة 25 حتى الآن. وصلت أستاذنا الفكرة، وربنا يعينك وشكرا.